بعد أن طوي قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالسماح بصيد روبيانا في المياه الإقليمية الكويتية، واستهدفت وقتئذ المحافظة على مخزونه في البلاد من خلال منح الأحياء المائية فرصة التكاثر ونمو الأجيال الجديدة. وعند الساعة 4:45 عصرا ارتفعت أصوات الدلالين داخل سوق السمك على سلال روبيانا التي قاربت 170 حصيلة الصيادين في أول يوم لفتح باب الصيد لسبعة لنجات فقط، حيث بدأ السعر ب 68 ديران للسلة وصل إلى 72 نتيجة قلة المعروضة، علما بأن مصادر السوق توقعت أن يتراجع خلال الأيام المقبلة مع تزايد الكمية. أنا شغال دلال هنا بالسوق، وطبعا موسم الروبيان بدأ من شهر 8، من أول 1/8، ومتداول الأسعار من أول 1/8 45 50، وبدأت الأسعار ترتفع من 55 60 65 لغاية الحين وصلت 65 70 ماشي، وطبعا المزاد بيبدأ طبعا 55 60، وبتداول طبعا إيه الناس اللي واقفة أصحاب البسطات الزباين بدأت تبدأ تزود 50 51 52 لغاية ما إيه ما الأسعار ما السعر يوصل للسعر المحدود. وطبعا هنا الروبيان تختلف عن بعضها، في حاجة اسمها جر خلفي، في حاجة اسمها جرجور. جر الخلفي ديت طبعا بيشتغل بره المياه الإقليمية، الجرجور بيشتغل جوه المياه، الخلفي بيشتغل جوه المياه الإقليمية. طبعا الخلفي ما بيغيبش 3 4 أيام الحين وبيدش على طول، تلاقي الروبيان طازة وفريش، انما الجرجور طبعا ممكن يغيب شويه في البحر 5 أيام 6 أيام 7 أيام، فده اللي بيختلف في الاسعار. ممكن روبيانة الجر الخلفي ممكن السعر بتاعها يزيد شويه. السله تقريبا حوالي 22 23 كيلو ماشي، فطبعا 22 23 مخلوطه، فيها الكبير فيها الوسط فيها الصغير، مخلوطه ما مش موحده يعني. المزاد احسن اول شيء اشوف السمكه طريه ومات اليوم نفس اليوم مو بايته، وتبين السمكه البايته من السمكه الطريه، يعني هو الحل الوحيد عشان تنزل الاسعار وتصير اسعار زينه انك تمنع البسطات هذه اللي قاعد اللي عندها سمك تخزن سمكه لثاني يوم وما تطلعها برا برا السوق، يبيع اليوم ويخلص اليوم، غير هذا ما يصير، انه يبيتها يومين وثلاث وفي منهم يشتري ويبيته، وإذا كان اليوم الثاني غالي يروح يحطه بالمزاد ويبيعه.